فئات كبيره من سلاح الشرطه الله يبارك، كل اخواننا يعني وكاننا معسكر كلها في كل اطيافها تريد ان ترى في مرشحنا عبد المجيد تبون الرجل الذي سيواصل العمل ان شاء الله ان شاء الله على اجداد ولايه سيك واهلنا لان تكونوا ولايه. هذا ما سيكون وليس شعار تحمل انتخابيه، هذا راهو برنامج، هذا برنامج تاع الرئيس. الرئيس قال لك الجزائر قاره وغيرهم من ابدا العدد الكبير تاع المواطنين في القمه من تشرين فقط في هذا الشريط هذا الساحلي وشبه رابع عليا، قال لك الحمد لله لازم نعطيك فيها الفرصه لكل مناطق الجزائر، لذا لازم نقربوا مراكز القرار الولايات من المواطنين، كل مدينه كبيره مثل سيك ستكون ولايه. مش شعار، نروحوا ننساو، هذا راهو برنامج تاع الرئيس، ان شاء الله بمجرد ان نقويت عليه. الله اكبر مجيد تبون، الله اكبر مجيد تبون، الله اكبر مجيد تبون. هذه مجيد تبون كما عبد الجبار، عبد الجبار، عبد الجبار، عبد الجبار.